تحذير، انتباه لموظفين المصنع، بدنا نوقف دقيقة صمت، وهالشي بيشمل كل العمال بالمصنع. مرحبا. مرحبا. طلع على بارانوفا ليك هونيك، هلأ رح تنبسط كتير بعد ما صار هيك، لأنه كانوا المستثمرين بدهم يقلعوها. اسمع، شوفها ناتاليا بدها تاخد مجدها هلأ. هادي أنا هادي، قال هلأ بدنا نصير نعمل عطور ومشان شو بالله ليكنا عم نعمل منظفات وشو؟ قال حاجة هيك وصار لازم نعمل عطور. يعني أنا ما بعرف كيف عم يفكروا، ما عم أفهم. خلص نبهة، خلص ما عاد أحكي. وبالمستقبل الكل بده يروح، وما حدا رح يتذكر حدا أبداً، ولا حتى رح يجي زيارة يطمن علينا. عشت معك 28 سنة وكنت لطيف ورؤوف مثل الأب الأصلي. أنت كنت أبونا كلنا يا حبيب قلبي. يا حبيبي لوين رحت وتركتنا لحالنا؟ وانتو رح تروحوا وتنسوا كل اللي كان. قولوا بشو عم تفكروا؟ مفكرين انه المستثمرين رح يتركوكن؟ صدقوني رح يقلعوكن كلكن. يا ربي يا ربي دخيلك. انا اسفة، لا تواخذوني. لحظة بس بالاذن. الو، اي ماما شو؟ بعرف انه اليوم اخر يوم، قليله لا يتوتر. شو فيني اعمل؟ ما فيني هلأ. أسفة، بعتذر كتير. نتاشا، شو؟ ريحتك كتير طيبة. هلأ وقتك مو وقته. وشو بدكن تعملوا هلأ؟ بدكن تقعدوا تنظفوا النوافير؟ هو كان كبير بالعمر الله يرحمه، بكرة رح تبكوا كتير لما تحسوا بقيمته. الله يرحمك. أنا أجيت. روقي حبيبتي، كله رح يكون منيح. اهدي شوي. أنا شو بدي أعمل؟ صديني حبيته من كل قلبي، عم تفهميني؟ مو مشان بنتي بس، بتعرفي قديش كان منيح وكويس. مو بس مشان المصاري، كل شي كنت أحتاجه كان يعمل لي إياه فوراً وما بيزعجني. يا الله، عن جد كان مسكين وبحياته ما ضايقني بشي أبداً. صح كان كبير بالعمر بس كان يبوسني بكل لطف. أنا هلأ شو بدي أعمل بحالي؟ ما عم بقدر أتحمل ابنهم. روقي، ما بدي، ما عم بتحمل فكرة إنه هو تركني وخلاني هون لحالي وحيدة هلأ. شو بدي أعمل هلأ؟ قليلي بس، قليلي شو بدي أعمل هلأ بحياتي من دونه؟ ما عم بقدر استوعب الموضوع. قليلي شو لازم أعمل؟ بدي يرجع لعندي وما يتركني أبداً. أنا كتير عم بتعذب هلأ. خلاص روقي، ما بصير اللي عم تعملي بحالك. ببكي أنا كمان ها. وأنتي ليش بدك تبكي كمان؟ أوه، ما بتعرفي شي، خليني ساكتة. بدك تروحي على الجنازة؟ ما أقول بدك روح على الجنازة، هي صارت قلة أدب وهنيك مرته وعيلته. بس لازم تروحي مشان ترمي كمشة تراب على القبر تبعه بدالي. لا أكيد ما رح روح، رح روح على التعزاية المسا، وكمان أمي رجعت مرضت، واليوم آخر يوم لندفع المصاري لمعهد ابني. بس ما معي مصاري، توقعت يعطوني سلفة على راتبي بس شفتي. وإذا ما دفعتي؟ وقتها اللي رح يصير إنه رح يروح على الجيش. شو هالحكي؟ عن إيه؟ جد عم تحكي؟ وبتقولي لي ليش بدي أبكي؟ بيتي أنا بيتك
وما إلي حدا. من كتر ما ناديتك وسعل. أوف، شوفي بدي أخذ سلفة. ما خرج أعطيكي، نحن بحداد هلأ. أنا لازم أدفع مصاري لمعهد ابني. لا 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 لا، أنا كمان عندي ولد وبنت كمان. لا هيك رح ياخدوا ابني على الجيش. كويس لكان، نحن بحاجة حدا يحمي البلد. بس أنت بتعرفي إنه أنا ما عندي غير هالولد. هاي مشكلتك أنت، طلعي. طيب لكان، لوين؟ لوين رايحة؟ تعالي. لك شو، ليش قعدتي؟ خلص خلص، بكرة بعطيك إياها. إيه رح ضل قاعدة هون لبكرة. شبك، بس أنا لازم أقفل المكتب، في مصاري هون، ليش ما عم تفهمي علي؟ هاي مشكلتك. طيب ماشي. بارانوفا. بحاجة سلفة ما هيك؟ بلكي بكرة بيقلعوك المستثمرين. ممكن يقلعوني وبيقلعوكي. الزلمة عم يندفن وانتي بدك مصاري، ما بتخجلي؟ اخجل؟ وشو لسه؟ واضطريت اشتغل بالعطل الأسبوعية. شفتيهم؟ يسلموا إيديكي. تفضلي ناتاشا، ما تحرمي حالك من أي شيء. قديش سعرها اليوم؟ والله الكيلو ب30، بس إلك يا حلوة بحسبه ب20. ليش هيك غالي كتير؟ كل الأسعار هيك، أنت بتعرفي الحياة صايرة غالية. حسابك صار 160، خلص 150، ماشي؟ أي طيب. طيب ماشي، خدية صحة. يلا مليا. أوف تقيلة؟ الحياة صعبة. أيوة. لا اصحى. يا الله ماما، يلا افتحي بقى. ماما عم تسمعي الباب؟ عم اسمع كل شي، بس ما في ساعدك بشي ابدا. كيف حاسة؟ تعبانة كتير وجسمي عم يوجعني، كل اليوم قاعدة لحالي واخر شي خرب هالتلفزيون. احسن شي موت. ماما. شو ماما؟ عم تروحي من الصبح للمساء، شو شايفتيني نبتة؟ أنا بحاجة تواصل. مشي الحال، كان لازم تغيري البطاريات. طفي هالتلفزيون، ما في شي بينحضر أصلاً. لازم روح على البنك.
يا الله. احضري المسلسل وخبريني شو بيصير، راح علي 5 حلقات. أخ يا ربي دخيلك. لوين راحت هي؟ راح يسكروا بعد 10 دقايق. بيعملوا شو ما بدهم. طيب يلا هلا بنرجع نحكي. ها واخيرا رجعتي؟ مرحبا انسة. مرحبا تفضلي. عليك. نرجس رودريغيز؟ عفوا؟ العطر. ايه العطر هاد من زوجي. ها هذا العطر في شي ناقص. باتشولي. بوريس سورجيش كان رجال كويس. ايه والله كان كويس وكان يساعدنا. شو لسه بدي احكي عنه وما بعرف. معلش اقعد. محجوز بعد اذنك. كل اللي بيشهد باخلاقه. يعني شو ما حكيت عنه قديم. حب جديد ولا قديم؟ ضايقتك يا مدام. ايه تماما. كان عنده اخلاق عاليه كثير. عن جد الله يرحمه ما كان في منه. واخلاقه المهنيه كان كثير ينحكى فيها بالخير. الله يرحمه كان كثير. تفضلي تفضلي. لا تواخذوني. دائما خلونا نتذكر السيد بوريس. مرحبا. انا اسفه على التاخير. بليز صب لي اي شيء لانه اليوم كان صعب كثير علي. كان مثال للانسان المحترم. فودكا؟ كلنا بنعرف اخلاقه العاليه. عن شو كانوا عم يحكوا؟ شو بدهم يحكوا يعني؟ ما حدا بيعرف اساسا شو راح يصير. كثير وما ننسى كل شيء. ما راح يصير شيء. رح نرجع وننتج عطور مره ثانيه. اكثر من مره قلت لهم بس ما كانوا يردوا علي ابدا. نبدل التقاليد والتاريخ تبع المصنع ونعمل منظفات؟ مو ظابطة أبداً. الله يرحمه. على قد ما كان منيح على قد ما كان جبان. بكرة في اجتماع لإلنا وبجوز يقلعونا كلياتنا. الكل عم يحكي هيك إلا أنا لأني الخبير التقني. صب لي كمان. يا أما بسكر أو بموت اليوم. وبلكي جابوا تقني من موسكو. عم تمزح أنت؟ ومين اللي رح يقبل فيهم؟ ورجيني هالغبي. البلد كلها أغبياء. صحيح. ما فكرت بهالشي صح والله. البلد كلها أغبياء. بس ما فيهم يلاقوا مثلي أبداً. ها لازم تتوجهوا للبوابة مباشرة. رجاءً التزموا الهدوء وشكراً لجهودكم. الرجاء التزام الهدوء. شو جابك؟ ما فهمت. أنت غبي ولا شو؟ يلا بسرعة. للمرة الخامسة الشريط مقطوع والركاب راح وما عم تفهم علي؟ لا ما عم بفهم. وليش هيك عم تحكي معي؟ كيف بدي حاكيك إذا بالروسي ما عم تفهم علي؟ برجع بقلك الشريط مقطوع لهيك شنطايتك رح تتأخر. ما عم تفهم؟ رح أحكي مع المدير. ماشي. مين؟ لساتك عايش بعصر الاتحاد السوفيتي أنت؟ لو كان الاتحاد السوفيتي ما كان بينقطع الشريط. وإيمت رح توصل؟ لازم توصل بكرة على الأغلب. لبكرة؟ يعني وإذا ما أجت بكرة شو؟ يا ربي شو عم بعمل هون؟ شو الزلمة عاد امشي.
سيد كوفيه. أهلين، مين معي؟ أنا إيليا، آسف إذا عم بزعجك. ولا يهمك يا إيليا. قلت لي إنه بقدر أحكي معك إمتى ما كان. الوقت متأخر شي؟ تفضل، عم بسمع. ما تأخر ما؟ لا. يمكن عندك لسه بكير لهيك. كنت بدي أسألك عن الآثار الجانبية. شكلك قريت التعليمات كلها وهلأ خايف، ما هيك؟ إيه. أنا مو قلت لك ما تقراها؟ ما قدرت ما أقراها. في كتير أعراض جانبية، أفكار انتحارية وزيادة عدوانية. يا ترى هالأعراض عادية بكل مضادات الاكتئاب؟ إيه الكل، بس هذا ما بيعني إنه رح يصير معك هاي الأعراض، تمام؟ ما حدا في يتوقع هاي الأعراض، هذا الشيء كله بيعتمد على طبيعة جسمك. فهمت. خذ نص حبة بأول أسبوع، بعدين حبة كاملة بالأسبوع. ماشي ماشي. تصبح على خير. بحياتي ما رح أركب سيارتك مرة تانية، غير إذا كنت سكرانة مثل هلا، أو إذا كنت أنت سكران. أنا ما شربت ناتاشا، سكران بسببك أنت. لا تضحكني، بترجاك لا تضحكني. سمعت هالحكي من سنة كاملة ولسه ما نسيته، ولا شكلي رح أنساه أبدا. لهيك جيب حكي جديد آخر طبعا. يا ترى عيلتك نامت؟ وعيلتك؟ ما بيهمني أبدا. لك شو عم تعمل يا مجنون؟ بعد عني، لك شو هالحركات هاي؟ بالله بعد هيك بعد، خلاص روح 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 من هون. وفكرني سكرانة صحياني أنا، عم تستغل إني سكرانة؟ لك أنت واحد مجنون. بس أنا كتير مبسوطة اليوم وما بعرف ليش. يلا ناتاشا، يلا اعطيني ايدك. ليش وين انا؟ على مهلك ناتاشا. يلا ناتاشا يلا. وشو بدنا نساوي؟ يلا. لك انا اصلا مو فهمانه شو عم بعمل هون. خلص مسكتي بقى. يلا يلا اتركني. لك اتركني بعد، نزلني. خلصنا ناتاشا، وطي صوتك، فتحتينا. خلصنا ناتاشا، يلا رح سكر الباب وجايكي. يلا. ليش بدك تسكر الباب؟ شبك اهدينا تعشى. نسيت طفي الانذار، معقول؟ كلها منك. لك لا ترجع تسكر الباب. وين كنتي الليلة الماضية؟ شو هاد؟ قديش الساعة؟ عمل لك وين كنتي مبارح؟ ماما عمري 39 سنة، ما بدي ضل ذكرك بعمرك، بس تركيني بحالي هلا. بس انا شفتك مبارح مع دورو فيف. ايه برافو، لكن نظرك كتير منيح. وانا اخ يلي كنت عم بصرف راتبي على نظاراتك. ما تتزارفي، انا كنت طالعه على البلكون مشان شم شويه هوا. بس شمي هوا ولا تدخني امي؟ مثل العاده الصبح بتاخدي الدواء والمساء بتدخني. ناتاشا، شو نسيتي؟ شو نسيتي كل يلي عملوا فيكي يا بنت؟ لك ما كنتي تنامي مثل الخلق وتقضيها بكي. شو نسيتي؟ وبده يرجع يضحك عليكي، متأكدة رح يرجع يضحك عليكي. ماما حاجة تعيطي، راسي رح ينفجر. ما صرخ لك، لولا ما ضليت وراكي انتي كنتي لهلأ لساتك عم تبكي على علاقة مع رجال متزوج وخلص منك، رماكي ببيت أهلك مرة تانية. ماما أنا لولاكي كنت لساتني متزوجة. شو؟ عن جد شكراً كتير إلك يا بنتي، شكراً كتير. أخ راسي، أخ شو صاير؟ أخ طالعة بتخوفي اليوم. أوف، وشكلك شربانة كتير كمان. خلص اسكت ولا معلش تكبي الزبالة؟ ابنك بينزلها. ما فيني، انضربت ايدي بالتدريب. ضربت التنتين؟ لحظة، اي تدريب هاد؟ شايف كل هاد الاستهتار؟ ام ما بتعرف شي عن ابنها. عن اي تدريب عم تحكي؟ اشتركت بتدريب الملاكمة مع رفقاتي. مين رفقاتك هدول؟ كأنهم جداد؟ بس من جان. وعم تعمل صداقات؟
اسمعوا أنا كتير تأخرت، معلش تكبي الزبالة أمي. ناتاشا كيفك تطلبي مني هيك؟ أنا مرة مريضة. بس تقدري تدخني على البلكون مو؟ ناتاشا أنت كتير قاسية وما عندك قلب أبداً. شو رح تعملوا إذا قلعوني اليوم من الشغل؟ وأنا ما بعرف كمان شو هالكابوس. أخ بعتذر، وقف. والله لسه ما بنعرف شو رح يصير. مرحبا. والله ما حدا. ناتاشا استني شوي، عندي اخبار كثير مهمه لازم تسمعيها. بعدين بعدين. شفتي كيف كل القصص عم بتصير؟ ناتاليا بافلوفا، شاي ولا قهوه؟ اهلا وسهلا، انت صارت شغلتك تعملي شاي وقهوه؟ يعني بتعرفي السيد بوريس ما عاد موجود معنا ولازم حدا يهتم بهالشغلات. اي شو يعني ما فهمت؟ كبيرة التقنيين. شو يعني؟ اجتمع مجلس الإدارة؟ ايه المستثمرين بدهم يشوفوكي. اوكي، لكن بدي قهوة. ليك شوف لقلك، اسمعني، سمعت حكيك ألف مرة وما في داعي ترجع تحكي لي نفس الحكي. أنا بعرف كل شيء وما كنت سكرانة ونمنا سوا مشان رفقتنا القديمة، ما في داعي ترجع لي. عم بفهم عليك كتير منيح وما في داعي تفكر باللي صار، انسى تمام؟ خلص خلينا ننسى. صدقيني ما أنك فهماني علي ناتاشا. فهماني عليك كتير منيح وبترجاك تبعد عني. ناتاشا كيفك؟ وين كنتي؟ شو؟ شو الأخبار؟ ما عم بفهم، هدول عاملين اللحمة من امبارح يعني؟ ايه عن جد مو طيب أكلهم، لازم نغيره. بكرة أنتي قلعيهم كلهم. حاطين فلفل كتير، ما قلهم بالعادة. ما رح تقلعيني مو؟ شو قصدك؟ ايه شبك؟ الكل بيعرف وأنا وصلني الخبر. حبيبتي شو عم بيصير؟ الكل عم يتصرف بغرابة وأنتي عم تتصرفي بهدوء. بالنسبة للمدير التنفيذي. مين بيكون بقى المدير التنفيذي؟ ما فهمت عليكي، احكي. أنتي مديرتنا. عم تمزحي؟ معقول ما كنتي بتعرفي؟ يا الله ناتاشا. ايه أنتي. أوهو مفاجأة. رح أقوم جيب شغلة آكلها وراجعة. خليكي. حضرتك لحالك؟ اي لحالي، بس عفوا المفروض يكون في حدا ناطرني. من موسكو؟ تفضلي. ناتاليا تفضلي. مرحبا. أهلين، أنا بافل، يوري دينيس. ناتاشا تفضلي. لا تواخذوني بس ما عندي كارت شغل. ولا يهمك، لما تنجحي بمشروعك بصير عندك. شو رأيك تاخدي بوير ولا أولون؟ ارجعي جيبيلنا شاي يلا، بوير أولون بسرعة. نحن عزمناكي لهون مشان نتناقش بموضوع انت بتعرفيه كتير منيح. يعني نحن كنا عم ندرس موضوع انه نعينك بمنصب مديرة المصنع. نحن شفنا شغلك كتقنية وكتير حبينا وحاسين انه عندك افكار مميزة وبدك تقدميها للمصنع. وشي جديد وافاق جديدة كمان، اهداف وقصص ابداعية. بدنا كل شي جديد، ما ننسى التقاليد بس. وكمان انت بتعرفي المصنع كتير منيح واصغر بالعمر
وعندك عقل متخدع. خبرينا لو سمحتي، انت متأكدة انه بدك تصنعي العطور؟ طبعا متأكدة اكيد. طيب فكري بالعطلة واعملي استراتيجية عمل للتطوير، والتنين بتساوي لنا عرض تقديمي ومنقرر بعدها. تمام، رح يكون ممتاز. شو قلتي؟ ريحة بوير قوية أو أولون. مع الحشي؟ لا بالعكس، كتير طيبين. كيف بحط الفاصلة؟ بهدول الزرين. ايه برافو عليك باتمان. من جان، ايه ما اشتريت السيارة؟ مبارح المساء. وكم حصان؟ 120. يا لطيف، بتطالعني فيها؟ لا. الأكل مالح. ما أشترك بالنكد. بكرة إذا صرت المديرة باخد قرض أو بجيب لك سيارة. عن جد عم تحكي؟ أي أكيد طبعاً حبيبي. بس رح نجيبها 130 حصان مو 120. روح كمل أكل. 130. ورح تعرف تسوق 130؟ إيه وبسوقها. ماما. ماما حضرتي المسلسل مبارح؟ أنا ما بحضر هالسخافات هاي. آه جد؟ فكرت رح تحكي لي شو اللي صار. حبته سوزان للشاب الحلو؟ ايه حبته للشاب، بس ليش هو لا يعبره وهي كبيرة بالعمر؟ شو هالمواضيع يلي عم تحكيها معي هلأ؟ ها؟ فكرت بدنا نحكي موضوع جدي. أنا عندي حاسسات، بشوف كل شيء، لأنه قبل كنتي تطلعي من الصبح للمساء وما تضلي عم تشتغلي، وهلأ كمان المساء رح تكوني برا. بعرف إنه رح موت لحال. ماما معلش تفكري شوي بالموضوع، رح يكون راتبي مختلف ومنصبي غير هيك تماما. إيه. أنتي ليش صاير ما بيهمك غير المصاري؟ يعني عزماننا نحنا كان آخر همنا المصاري. بس ماما نحنا لازمنا مصاري لابني مشان يخلص دراسته. يا الله. ماما ومنقدر نجيب سيارة كمان. وشو لازمتها السيارة؟ شو ليش لازمتنا السيارة؟ منشتريها ومنسوقها. على الأرض يكرم الجنس البشري كله صنماً مقدساً واحداً وهو يحكم الكون بأسره، وهذا المعبود هو برج الثور. يا الله لو تعرفي قديش تعبت من الشعر تبعك. مو أكتر من تعبي منك ومن العطور تبعك. مش عن مركز العلاج. بس أنا ما بدي روح مركز العلاج. أي واحد؟ هدول صار لهم يومين، ليش عم تقلي تازة؟ أنا اليوم رحت على البحر لصيدهم وصدتهم بيدي التنتين. صدقيني. مرحبا، كنت بعرف إنك هون. من وين طلعت أنت؟ بتذكر إنك على طول بتجي على السوق يوم السبت. يا ريت تنسى وتريحني. ممكن نحكي شوي؟ هلأ؟ لكان السمك أهم؟ مشان ابني أكيد، ولا شكلك نسيت إنه عندي ولد؟ لا ما نسيت، بس كمان ما نسيت انه تربى بلا اب ولازم يكون في اب يرعاه. ما فهمت شو عم تخبص هلا؟ خلص الماضي راح انسى. غلطت بحقك وقتها، خدي هي لك. ليك عندي شغله واحده لقلك اياها. ليش عم تعمل كل هالقصص والرومانسيه التافهه بعد ما عرفت انه رح صير مديره المصنع يعني؟ لا ناتاشا، انت عم تظلميني كتير بكلامك. انا ماني هيك. لكن تركني بحالي وروح. ايه وهذا مانو تازة؟ لا هذا السمك تازة، انا اليوم الصبح رح تصطن عم قلك بايدي. وانا قلت لك له يومين، ليش عم تكذب؟ تفضل يا مدام، تفضل يا استاذ. كل شيء تازة وبرخص الاسعار. فهمي علي لو سمحتي،
الأغطية قديمة. بدك يعني أنا أغسلون يعني؟ وين رحتي؟ سكرت. طيب. طيب أنا شايف حسب الشريحة الأولى قدرة المصنع على الإنتاج رح تكون كتير تعبانة. الاقتراح الأول بالأساس هو الربح الجيد. وفي اقتراح اقتصادي أكتر إنه يكون الشغل بمركز المدينة. يعني بالمركز رح يكون متوفر عنا طاقة أكتر. هذا الشيء مهم مشان فصل الشتاء. بتوقع هالشي رح يساعدنا والمباني رح تكون جديدة. طيب بس الأجار بوقتها رح ينقسم على كل سكان المبنى مشان نزيد فرص جذب المستأجرين على المبنى. فينا نعمل مكاتب صغيرة متفرقة وشغلتها بتكون الإصلاحات التجميلية وورشات تصوير ومحلات لمنتجات الشعر. بعدين بنعمل ورشات للإنتاج. وبالأخير فينا نعمل مثلاً محلات للمشتريات. وبالنتيجة بيصير في مساحة بيع بالتجزئة. وهيك بتصير كل الاستثمارات. مساحات بيع بالتجزئة من الدرجة الأولى. وبنفتح أول مركز تسوق بهذا المبنى. وكمان رح يكون من الدرجة الأولى. مركز تسوق كتير كبير. حبيت الفكرة. ألو؟ ألو بيتر؟ إيليا، وصلت من المطار على الفندق. واعطوني رقم مشان إذا احتجت شي. لا ما في داعي. كنت أنا نقيتها. قال اختاروها كبيرة. كبيرة بالعمر. ممكن تكون بعمر أمي. ما بعرف شو أتصرف. ابنك فجأة تغير، طلعي عليه. ايه أكيد خايف إني غير رأيي، ما هيك؟ رح تاخدي قرض؟ على هيك راتب فيني ما آخذ قرض؟ ما بعرف ناتاشا، أنا رح أسكت مشان ما أنحسك. لا ما بدي أنحسك بالمرة. ايه معلش. وهلأ شو بدنا نعمل اليوم لكان؟ أوه، انتي قلي لي شو في ببالك؟ هلأ انتي بتعرفيني، هداك اليوم اكتشفت عالم جديد وبيسموه جوجل. أوه، لازم تلاقي زلمة جديد بحياتك، هذا رأيي، ما بعرف. أنا ما بذكر آخر مرة كنت فيها مع رجال بصراحة. نسيت هذا الشعور، لهيك غالباً بدي روح على شي متجر وانتي خليكي بجوجل يلي اكتشفتي. شو جنيتي وليه؟ دوري على زلمة حقيقي أحسن. بدي عمره صغير. شو؟ بدي شاب يعني. لك بدك شاب صغير من كل عقلك عم تحكي انتي؟ شو لبوغات شوزة؟ بشو هي أحسن مني؟ شو؟ لك كيف رح تقدري تمشي معه بالشارع؟ ايه معلش ما بيهمني. تحكي عليكي؟ بس أكيد رح يطقوا من غيرتهم مني. وليش بدهم يغاروا منك؟ شو رح تعملي مع شاب صغير بعمرك؟ فهميني شو بدك تعملي؟ لا جنيتي على الآخر انتي. فكري شو عنا نحنا؟ شو عنا نحنا؟ منظفات، معطرات، ملمع شبابيك. هاي عن جد تشكيلة كويسة. ما وبخاخ الحشرات. بخاخ الحشرات. بخاخ الحشرات. منيح اللي ذكرتيني فيه. ما حدا بده هالشغلات، فهماني علي مزبوط ما؟ لأنه ما فينا ننافس الشركات التانية، خصوصي دايزي وكلينا. وليش ما فينا؟ لأنه نحنا نوعية أسوأ.
لهلا مو فهمانه ليش كنا عم ننتج هيك شغلات اصلا. ضروري ننتجهم. ليش ما فينا نرجع نصنع عطور؟ عطور؟ ايه عطور، سبق وعملنا عطر للبلد كله. يعني انت ما بتتذكري هديك الفتره؟ ايه بتذكر، انه خنقنا البلد باللي عملناه وقتها. كانت الروائح كتير فظيعه. انا عن جد عم بحكي، شو المانع يعني؟ نتاشا حبيبتي، اذا بمنظفات الحمام ما قدرنا ننافس، كيف رح ننافس بالعطور؟ شو عم تعملي؟ صح؟ بس نحن لازم نعرف نسوق شغلنا. شو عم تعملي حبيبة قلبي؟ هيك بيعملوا العالم اللي بيشتغلوا مثلنا يا روحي. يعني هن بس بيحاولوا يكرروا الروايح بطريقة تانية، مثل البنفسج، الزنبق، ريحة الفواكه العادية، فهمتي؟ يعني نحن لازم نعمل شيء جديد تماماً، ما في حدا سواه من قبل. أنا حاسة إنه هذا الصح. فينا مثلاً ما نضيف ورد وفواكه، مثلاً منحط خضار. عن جد عم بحكي، تعي معي لقلك. اسمعي، مثلاً فينا ناخد هاي الجزرة، يلا شميها لشوف شو لطيفة الريحة. حلوة ما؟ عن جد حسي بالريحة، مزبوط حسي فيها. عن جد هذا الشي بيرجعك للطفولة، إحساس العيلة، يعني فهمتي علي؟ شميها. شو ماني شامة جزرة من قبل؟ تخيلي إذا ضفنا هاي الريحة مع مثلاً ريحة الجريب فروت، شو اللي بيطلع معنا؟ بيطلع معنا عصير غني بالفيتامينات. ما أغلظي، أول شي بيصير عنا عصير، وبعدين ممكن إنه نضيف له عطر أو مسك رطب، هيك ما بيكون عنا عطر، بيكون في مذاق. بعدين ممكن إنه نضيف لهي التركيبة شي ريحة كتير مركزة، مثل مثلاً لنقول إنه مثلاً نرجس، شو رأيك؟ بحبك كتير نتاشا، بحبك أنا. اسمعي، عن جد هي رح تكون قنبلة، وبكرة رح فجرها قدام العالم اللي جاية من موسكو، فهمتي علي؟ ورح ينسوا ريحة البوير. بدنا نفجرهم. رح نفجر المكان كله. لك ما بينحكى لكم شي، عم بحكي عن جد. ما تزعلي وما تتضايقي، كملي بفكرتك. لك قديش في جزر هون. أعزائي الحضور، أنا بقدر أقول إنه هالمصنع صار قديم وكتير تعبان. أعزائي الحضور، بقدر أقول إنه المصنع صار قديم وكتير تعبان كمان، وإنه كمان كويتي لي البنطلون شي؟ حبيبي هلأ أنا ماني متذكرة شي، تركوني بحالي ركز شوي. ليش مين عم يزعجك؟ والله ما فهمت. ما بيكفي يعني، أنا ولا شي، خلاص انسور. أعزائي الحضور، أنا بقدر أقول إنه هذا المصنع صار قديم كتير وميؤوس منه، بس يعني ما بيعني إنه ميؤوس من وضعه على الأخير. بوشكين يعني فهمت عنده علي؟ شعر ميؤوس منه، لقد أحببتك وبصمت ميؤوس منه. ماما بوشكين تبعك هو اللي وضعه ميؤوس منه على الأخير، سمعتيني؟ والله صارت مجنونة من وراء الشغل. طيب رح روح. مرحبا، منيح انك هون. امسكي، طبعي لي هالملف ثلاث نسخ بسرعه، تاخرت. يلا. بس كيف بنوصل جهازك على الطابعه؟ ما بيشتغل. يا الله شو جاهله، شو لازم اعمل؟ معك فلاشه؟ لا ما معي. معك فلاشه؟ فلاشه؟ اي معي وحده ليك. طيب بسوك خد. متخيله انه ما فيني ارفض لك طلب نتاشا؟ لانك كسرت لي قلبي، لهيك مجبور انه ما ترفض. قلبك ليش؟ وينه هاد؟ وينه؟ ليكو جوات قميصي. عم اسأل وين الملف؟ ليكو شو صايبك العمى؟ ليكو هون. شو اسمه الملف؟ الجزر. الجزر؟ شو في لنا الجزر؟ يلا. طيب حسب مو شايف كل الأرقام هون طبيعية؟ ايه الحمد لله. شو رأيكم يا زملاء؟ كل شيء تمام، ما في أسئلة. تمام، بس في كم سؤال. حضرتك اشتغلتي مع ناتاليا لفترة طويلة يعني؟ ما فهمت.
اشتغلتي مع ناتاليا لفترة طويلة؟ من لما بلشت شغل؟ شي 15 سنة. وشو كان رأيك فيها؟ بصراحة بتمنى إنه ما تقلا إنه أنا أكيد ما رح نحكي. إيه الكل بيعرف إنه بدكن تعينوها مديرة المصنع، والكل مصدوم ومذهول كمان. ليش بقى؟ نحن سمعنا غير هذا الحكي. إيه لأنه الكل بيخاف منها، يعني إنه أنا فيني أعرف ناتاليا شو رح تقدم لهذا المصنع الكبير؟ أنتوا لازم تعملوا ربح كبير، لهيك لازم تاخدوا أفكار جديدة. أما ناتاليا أفكارها كتير قديمة وكتير عنيدة، ما بتتغير. أنا بأكد لكم أنه أنتوا اخترتوا الشخص الغلط. شكراً لألك. شكراً. رأيك كتير مهم بالنسبة لألنا. ممكن... شكراً لألك. شكراً لكم بالإذن. يلا دعوا لي انجح. ايه بالتوفيق. رح نشوف هلا. سد بوزك انت. اوه ناتاليا بافلوفنا، انت طالعه كثير حلوه. تنادي لي باسمي الكامل؟ شفتوا لي الاحترام؟ طبعا ولو. مرحبا. اهلين، تفضلي عدي. تقريبا الكل هون. ايه شكله وصل. ايليا كليموف، مرحبا. نحن تفاجأنا كثير لما عرفنا معلوماتك. طبعا إيليا مرشح ثاني لمنصب المدير. تشرفت فيكي. مرحبا. مرحبا. اهلا وسهلا، تفضلي. تقريبا الكل هون. شكله وصل. إيليا كليموف، مرحبا. نحن تفاجأنا كثير لما عرفنا معلوماتك. طبعاً إيليا مرشح تاني لمنصب المدير. شرفت فيكي. مرحبا. تفضلي أنسي، بلشي. لا لو سمحتوا خلي بلش هو. أي طيب، هذا هو العرض، تفضل. يلا جاهزين؟ يلا تفضل. شو حلو لما نشوف شاب بأول عمره بشهادة عالمية جاية من موسكو. من باريس. اللي شو رايك فيها؟ ماشي حالة، بس مو كتير يعني، لأنه هاي السيارة مو من النوع المفضل عندي أبداً. يعني بكرة بعد أسبوع بفرجيك تماماً شو قصدي بهذا الحكي. غريشينكا، يلا حبيبي طلع رح سخن لك الغداء. كم مرة لازم أقول لك إنه ما تنادي لي بهي الطريقة؟ سمعتي؟ هاي البضاعة رح تكون عضوية. في صالونات وغرف خاصة. شيء مش في غرف خاصة؟ بتوقع هاي الخدمات ما أنا موجودة بالمدينة هون، بس عليها أقبال كبير من الزبائن. وين يعني؟ هون بالمدينة؟ كمل بعد إذنك. بعدين الإنتاج وورش العمل، وبعدين الاستثمارات بتعمل عنا مساحات للبيع بالتجزئة. وبعدها بنعمل أول مركز تسوق كبير، ورح يكون عنا أول سنة ربح حوالي 12 مليون. برافو، عن جد برافو. شي مبهر. بالفعل برافو عليك. تفضلي، العرض تبعي. على شو؟ بس أنا ما عندي عرض تقديمي لهالشي، عندي تقرير. أنا وأعطي فلاشتك. بتسمح لي شوي؟ ايه طبعا. شاي بوير. بس ما في هون غير ملف اسمه جزر. اسمه جزر؟ طيب ساويت لك المقالة، كتبت الرياضة، شو لسه لازم نكتب كمان؟
واكتب كيف قضيت الصيف. ايه وكيف قضيتي؟ اكتب اي شيء بتحبه. انت قولي لي وانا رح ترجمه. الاحسن انك ما تترجمه. ليش بقى؟ لانه ما بتقدر توصفه. غريشينكا قوم كب الزبالة. يا الله منك يا ستي. يلا غريغوري فكر باي شيء ممكن انك تكتبه. وانا كيف بدي اكتب وانت ما عم تحكي لي شيء؟ انا ما بدي اخرب لك تفكيرك الطفولي. ايه قولي لي كيف قضيتي الصيف؟ اذا كنت كتير حابب تعرف رح اقضي الصيف الجاي معك انت وبس. رح كون عم شرح فيران. شو عم تحكي انت؟ هاي مو شغلتي. بعرف. ايه بس انت فكري شوي، انا تعبت من التفكير عنك. لانه انت بتكون ملاكي، ملاكي الحارس. طيب بكتب لك ايميل يعني؟ شو؟ لا اعرف كيف قضيتي الصيف. ما بتفرق لانك ملاكي الحقيقي. انت الملاك. انطري شوي. ايو احلى وحده بيناتهم؟ لانه انا قررت اشتري سياره. قولي لي شو رايك. بيناتهم حلوين عن جد. باي. يسلموا. كيفك فيرا؟ أهلين خالي ناتاشا. شو رايحة؟ إيه هلا. وليش غريشا معلو معك؟ ما بعرف، هو فوق. أنا ما بعرف شو كان عم يكتب. بالإذن. باي. طيب لشوف آخرتها. غريشا حبيبي. غريشا غريشا. ايه ماما كيفك؟ ماما حبيبي انت بوعدك انه رح جيب لك سيارة وعن قريب كتير كمان، بس مو هلأ. ماشي؟ شو؟ ليش ماما؟ أنا بدي إياها هلأ، ما فينا نتأخر أكتر من هيك. عم تفهميني؟ إيه عم بفهم. آسفة طولت. يلا باي. سوزان شو عملتي؟ فكرت ما رح شوفك، وخاصة بعد هذيك المرة. عن جد كنت كتير خايف إني أفقدك. خليكي معي رجاء. ما تخاف يا روبرتو، ورح يمشي الحال. بتمنى هذا الشيء. ما عم تفهمي علي؟ أنا ما فيني عيش بلاكي. فهمان علي قصدي؟ حسب ما فهمت ما عاد في داعي ندور. أعمارك الصحية مو هيك يا بنتي؟ صدقيني أنا رح ضل حبك العمر كله، وأنا أصلاً ما فيني عيش بدونك. صدقيني. وأذهب حيث لا حاجة لي، ورفيقي العزيز مجرد ظل أمام عيني، والريح تهب من بستان بعيد جداً، وهناك خطوة قبر تحت قدمي الاثنتين. أحمد وفى. أنا بوعدك أنه أنا ما عاد أعمل أي شيء يزعجك أو يضايقك. صدقيني. لكان وعدني هلأ انك ما عاد تعمل اي شيء يضايقني، وما عاد تروح لاي مكان بدون ما تاخذ رايي لو سمحت. سوزان اسمعيني منيح. ما بدي عم اقول لك اسمعيني. ما بصير معي انا اسمع منك اي شيء. ما بدي اسمع اي شيء من مبرراتك. سوزان خليني احكي بس. انا وعدتك ما اتركك طول حياتي، بس وسقفيني سوزان. عن جد شو عم بيصير معي؟ رح نضل مع بعض العمر كله. طيب وعدني هلا بهذا الشيء، وعدني انك انت ما رح تعمل ماما اي شيء يضايقني. ماما شو عم تعملي؟ أنا بزعل لما أشوفك هيك. ما في شيء، بس البصل كتير حد. طالما يا الله. خليني أنا أطلع لك. خلينا نفكر بالمستقبل أنا وياكي.
ايه اوكي. انت بتعطيني فرصة تانية لحد انا اثبت قديش انا متمسك فيكي. صدقيني انا ما فيني اعيش فيكي. وانت كنت بس علاقتنا ما عاد. الو الو ناتاشا، احكي لي شو صار؟ ما فهمت عليكي، كنت مشغولة. شو بدي اقول لك؟ عن شو عم تحكي؟ لك شو صار بالمسلسل؟ لا هذا على فكرة هي بتحطمك وانت اللي ضيعتيها وانا ما عرفت. سوزان سوزان تواصلت مع الشاب ومبين انه هو ما له بحاجته ابدا، لانه شو بده بوحده ختياره وغبيه مثلها، ومبين انه ما رح يعمل شيء. وانتي ليش هيك زعلانه ومكتئبه؟ متضايقه لانه ما اختاروكي يعني؟ هيك احسن صدقيني، مشان المشاكل. تخيلي الضغط يلي كنتي رح تعيشي. يسلموا على هالحكي. روقي حبيبتي، المهم عم يقولوا انه المدير الجديد كثير حلاوه. لا ما نو حلاوه، بس صغير، ما حبيته ابدا. شو صار لك؟ ليش زعلاني كل هالقد؟ بس لأنهم ما اختاروكي؟ انتي بحياتك ما كنتي مديرة أصلاً. وشو دخل هاي بهاي هلأ؟ بدك تكبي هدول كلهم؟ لسه ما قررت. ناتاشا، بحياتي ما تخيلتك تكوني ضعيفة هيك. شو هالدموع هدول يلي أخدودك؟ عن شو عم تحكي؟ ضعف شو اللي عم تحكي عنه أمي؟ أنتي فهماني إنه كان عندي حلم؟ فهمي علي، أنا كل اللي كان بدي إياه إنه رجع المصنع مثل أول ما أجيت عليه. كان مصنع عطر، مو مثل هلأ مصنع منظفات. ما بعرف ليش بدهم يغيروا إنتاجية المصنع، ما عم بفهم عليهم. بتتذكري؟ بتتذكري ماما؟ أول ما أجيت إجا مرة الجنرال لعنا من موسكو بس مشان يختار عطر لميري ماتيو. إجوا لعنا وهي كان بدها تجي زيارة على الوزارة. وهلأ شو؟ شو عملنا؟ منتجات مشان تنظيف الحمامات. المهم هلأ إنك أبداً مانك مضطرة تواجهي حدا. كان الوضع أسوأ، أنتي مانك محاربة وبحياتك ما رح تكوني. وليش أنا مو محاربة؟ أنا ما بعرف. أنتي هيك ولدتي. شو رأيك قلو لجريشا يضب هدول بزبالة؟ لا اتركيهم. حضرة المدير، شو صاير؟ للأسف مرت 16 دقيقة على الحريق. حريق؟ عم قلك في فوضى وهي أسوأ من الحريق. 16 دقيقة صار لها.
16 دقيقة شو؟ هذا الوقت اللي انت احتجته مشان تجي على مكان اطلاق الانذار من الطابع الاول. خلال هالوقت يا سيد انا وكل الموظفين منحترق ومنغرق وبيخطفونا الفضائيين. استهتار. فضائيين؟ انو فضائيين؟ ما مهم، حاج مسخرة. ليش تأخرت حضرتك كل هاد؟ هلأ لوصلت على الشغل. عن جد؟ طيب بس لنكون واضحين، بتعرف انه دوامك ببلش من الساعة 8 سيد؟ شو الساعة معك هلأ؟ بعتذر، ما انتبهت، بعتذر. بس الوقت هو أهم شيء بشغلك، اعتبر هاد تعذير. عشغلك يلا. حريق؟ أسوأ، في فوضى. والله لفرجيكن نجوم الظهر يا أوباش. شيء حلو. صباح الخير. مين حضرتك؟ أنا السكرتيرة. إيه وشو اسمك؟ ليزا. ليزا، رح أقلك كم شغلة يا ليزا. أنتو شغلكن طيب، شغلكم ببلش الساعة 8 مزبوط؟ مشان بعدين حطي سكانر وقطعت ورق هنيك، وبدي تشيلي لي هالسجادة، احرقيها إذا بدك، ولازمني بكرة لابتوب وشاي، ويفضل يكون شاي أولون، وعطول لازم يكون في أفوكادو. تمام؟ إيه تمام. عشغلك يلا. شكراً. عفو. أنا صرت هلأ مديون، بدي زوجها لبنتي الكبيرة هالفترة. بده مطاعم وسيارات وذهب وطواقي وجواكيت كمان. وهالعريس الأهبل كل يوم بيطلع لي بشي جديد مثل مرتي الهبلة. شبا مرتك؟ قلي شبا. يلا قلي، كتير مهتمة بالسيرة عن جد. مرحبا. شو بدك انت فيها؟ جيت لحتى أحكي مع زملائي بالشغل، هذا حقي ما هيك؟ وين التقرير عن الكتلة الثالثة؟ مثل العادة. شبا مرتك؟ صالحتوا ولا تخانقتوا؟ يعني شو في جديد؟ هو قرر يزوج بنته الكبيرة يلي لا عنده. لا بالله شو؟ ألف مبروك. خلاص بكفينا تعشى. طيب سكتت، هات قلمك لشوف. يلا. طيب ليش الكل ساكت؟ مثل التمثيل. كبيرة المحاسبين راحت لعند المدير. شو يعني؟ ما بعرف. هلأ بتكون قاعدة عم تحكي علينا حكي مو منيح، وإنه ما في مصاري مشان يدفعوا لنا. أي لا تقلقي، أصلاً في كتير عالم هون ما بتعرف تعمل شي، وليكن عم يشتغلوا بالمصنع، وبتعرفوا ما فينا نترك حمامات البلد وسخة. رئيسة التقنيين هي ناتاليا بارانوفا. إيه. حكي لي عنها شوي. شو بدي أحكي لك عنها أنا؟ إنسانة فاسدة ومخربة. كيف؟ ما فهمت. تخيل عملت علاقة مع المدير المساعد وبتعرف إنه متزوج، لقوا عنده أولاد كمان، وما اهتمت. علاقة مع الزميل المساعد؟ إيه. وهالشي بيكون ضد قانون أخلاقيات الشغل بالمصنع، ما هيك؟ مين؟ قانون أخلاقيات الشغل. ليش هاد؟ طيب ماشي، معناها لازم نفصل ثلاثة موظفين من هلأ لآخر الشهر. كيف؟ اسمعي شو رح قلك. فينا نختارهم حسب اللي عنده نسبة غياب أكتر أو حسب الترتيب. لا 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 أبداً، ما فيك تفصل الموظفين.
لأنه لازم تخبر الموظفين قبل شهرين. وليش لحتى نخبرهم قبل بشهرين؟ هيك هاد قانون العمل، المصنع مجبور إنه يخبر الموظفين قبل بشهرين إنه رح ينفصلوا، فهمت؟ وكيف رح يشتغلوا خلال هالشهرين وهن بيعرفوا إنه مفصولين؟ رح يخبصوا كل الشغل. إيه بس هاد القانون هون، شو بدنا نعمل؟ يا زميلتنا يا رئيسة قسم التقنيين هلا ضل توقيعك والكل متفق. شو هاد؟ هذا الملف منشان عقد الإيجار تبع المصنع والإدارة. مجنون أنت؟ مفكرني رح وقع على هيك شيء؟ مفكرة أنه عندي خيار تاني؟ إيه في خيار، إلا إذا استسلمتوا بسرعة. هاي الشغلة من المدير الجديد ولهيك لازم تكوني غيراني. وإنت هو لحق سريعة كتير مو؟ هيك لكان أنا ما رح وقع على شيء لأنه ما طلب مني هالشي بشكل شخصي ولا حتى ناقشني بالموضوع، وما فهمت شو بده يعمل بهالمصنع وهذا مصنعنا واضح. ايه قولي هذا الحكي للمستثمرين، أنا شو دخلني بهذا الموضوع حتى لو كان كلامك صح. دوروفيف أنا بعتذر نتاشا، بعتذر منك. أيه. بس متوتر شوي ومعه حق، نحن رح نفلس قريبا. العطر والكولونيا حلوين كتير بس ما معك. فهماني عليك، بس أنا رئيسة التقنيين فما بقدر اسمح إنه نأجر المبنى الثالث بهالبساطة، وما رح ساوي هيك شيء أبداً. عم تفهم علي؟ عم تفهم؟ نتاشا أنتي ما عم تفهمي حقيقة إنه نحن بحاجة مصاري كتير، وإذا ما تأمن مصاري رح ننفصل كلنا من الشغل ورح نصفى بالشارع كمان. بس أنت ما عم تفهم شغلة مهمة، إنه بالمبنى الثالث في مخبر كيمياء مميز، إذا تخلينا عنه رح نصير ورشة تصنيع منظفات حمامات. نحن هون مصنع للعطور، ليش ما عم تفهم شو بقصد؟ فهمان، لو كنتي أنت مديرة المصنع كنتي عملتي اللي عم تقولي نتاشا، بس هن ما عينوكي مديرة. أنا آسف إني عم ذكرك. ما عينوني صح، بس ما قلعوني. أنا بدي أسألك سؤال، أنت بتشوفني محاربة؟ بصراحة ما فكرت بالموضوع. خلصنا؟ شو صار له؟ الكل يلتهي بشغله. قليلي، ليش في كل هالناس بالمصنع هون؟ تلتين التمويل تبعه عم يروح على الرواتب وبس، شو عم يعملوا كل هدول العالم هون؟ بتصدقي خجلان اسأل؟ هدول العالم اللي عم يعملوا دوريات 24 ساعة، شو عم يشتغلوا على الحدود يعني؟ اه تماما، يعني أنا كنت أقول للمدير السابق دائما في كتير عالم بالمصنع وهذا غلط. أنت من وين ما قلتي لي؟ أنا؟ من كرب مسك. ماني سمعان فيها. أنت مو من روسيا؟ ما عشت هون بآخر كم سنة. قليلي، شو بتشتغل رئيسة التقنيين هون؟ ناتاليا بارانوفا؟ تلحقي تعمليون شي؟ ايه بالحق أكيد. ليش عم تحكي كل الوقت؟ ايه عم حكمة. روحي على دكتور، مجنونة أنت؟ هيك قلتك؟ شو بدك هلأ؟ لازم نحكي ناتاشا. ما في شي نحكي، قلت لك ما رح وقع على تأجير المبنى. مو لهذا السبب. ليش عم تزعجها كل الوقت؟ طيب أنا بدي روح. أوف يا ربي. نتاشا، نتاشا اسمعيني شوي لو سمحتي، ما عم أقدر نام بالليل. خود منوم. شو؟ أو بيكون ناقصك مغنيسيوم لهيك ما عم تقدر تنام بالليل. عندي مغنيسيوم بكفي العالم كله، أنت اللي ناقصتيني، فهمي علي بقى. صاير ذكي كتير ها. كنت حاكيكي هيك من قبل وما كنتي تتضايقي. بس يا نتاشا خلينا نكون سوا بدون علاقات والتزامات، خلينا نقضي وقت. أنا بعرف أنك بحاجة هذا الشيء، ما في بحياتك حدا، لأنه شو؟ بس أنا بدي يكون جنبك وضمك كل الوقت نتاشا، ما بدي يكون في بيناتنا التزام يخرب العلاقة هاي، فهمي علي. لك حاجة تضحكني، ليش بدي أحتاج أقضي وقتي معك نتاشا؟ لك حاجة تقول نتاشا؟ نتاشا قلت لي أنك ما بتحبها وبدك تطلقها ومن بعدها جرحتني، لهيك بعيد عني بترجاك. أنا ما بدي أرجع لك أبداً، أنت عندك عيلة وأولاد وبنتك الكبيرة رح تتجوز كمان، لهيك بتمنى لكم السعادة والصحة. بس أنا ما بدي أكون مع مرتي، ليش ما عم تفهمي علي؟ ليش عم تصرخ بالمصنع؟ أه؟ بظن مرتك رح تفرح بهالشي. بارانوفا ودوروفيف رؤساء ورش العمل، لازم تروح على مكتب المدير خلال ربع ساعة لاجتماع استراتيجي. شو هاد كمان؟ شو هلا؟ صار في مكبر صوت بكل محل بالمصنع. ما أسرعه. خبرتك نينا إنه المدير كتير سريع. أوه.
المصنع تبعنا له فترة بدون أرباح، وكلكم بتعرفوا إنه هالشي لازم يتوقف، ما؟ لهيك أنا قررت عدل شوي، وقررت أجر المبنى الثالث، ورح نبلش إنتاج منظفات الحمامات بورش العمل الباقية، شو رأيكم؟ كيف يعني؟ منبلش إنتاج؟ قصدي بهالشي أنه رح يكون المنتج عنا أقل تكلفة، والمفعول تبعه أفضل، ورح ننافس السوق. فهمتوا علي شو قصدي، ما؟ شو رح يتطلب منكم هالشي يا ترى؟ التزام، لازم نزيد الانضباط بالمصنع، ونبطل تأخير وتجاوزات لقوانين المصنع، والالتزام بالمبادئ الأخلاقية. وبهي الحالة لازم يكون عندنا القدرة لنسبة هالشي لحالنا ولغيرنا كمان، وإنه هذا المنتج منتج سوفيتي. وإذا ما مشي الحال؟ إذا ما مشي الحال منسكر المصنع ومنأجر كل المباني. وشو من شأننا نحن؟ بتروحوا بتتعلموا كيف تعملوا منتجات منافسة بشي مكان تاني. حدا عنده أي أسئلة؟ أو حدا عنده أي شكاوي؟ بصفتي رئيسة التقنيين أنا بعارض بشكل قاطع نأجر المبنى الثالث، وبدي ناقش هالموضوع معك. أنا كمان بدي ناقش معك هذا الموضوع بالتفصيل. هلأ أنا عندي اجتماع، منحكي بكرة. عشغلكن يلا. سوزان مو هون؟ لا، وحلفت إنه ما عاد تجي لهون حتى. روبرتو غبي، مو قادرة تتحمله. بس هي مانا صغيرة ومسؤولة عن أفعالها كمان. أنت بحياتك ما حبيتيها، وأنت كتير كنت تحبها، بس هلأ راحت وخلص. استعدوا يلا. وقفوا، رجعوا لعندي يلا. ميخايلوف. أنا؟ شو كنتك؟ شو بدك؟ كله بسببك، أنت أعطيتهم راحتهم. ليش هيك عم تعصب علينا؟ معلش ترتاح. ليش معصب؟ أنا ليش معصب؟ مشان بكرة أنا وأنتو ما ننكب بالشارع مثل الكلاب، لهيك عم عصب. اشتغلوا أكتر، يلا اشتغلوا أكتر. همشوا. بالمكتب؟ لوين؟ ما طلبك. أي شو؟ بدي أحكي معه بموضوع تأجير المبنى الثالث. لا لا لا، هلا بيعصب علي وعليك. يا لطيف، وليش كل هالجدية؟ طيب برجع بغير وقت. الأحسن ما يطلب حدا. ناتاليا بافلوفا. شو؟ بس لحظة. شو يعني أفوكادو؟ نوع من الفواكه. واسألي تارغان. ومين هاد تارغان؟ بياع الجبس اللي بالحارة. ليزا، لو سمحتي اطلبي لي رئيسة التقنيين. تفضل. ممكن؟ ايه تفضلي. تفضلي يا علي. ليزا، لو سمحتي جيبي لنا شاي. ايه خبريني، شو بتعملي بالمصنع بالعادة؟ في اشاعات كتير لانه. ايه انت بتعرف اكتر. نحنا كلنا هون بالمصنع، او انا فكرت انه هذا المصنع رح يضل مثل ما كان من قبل ويضل يصنع عطور. كنت بعرف هالشي اساسا. من وين؟ من التقرير تبعك هاد. كيف؟ لانك رحتي بسرعة ونسيتي الفلاشة. كان في حكي مميز. ليش رحتي وقتها؟ عن جد؟ عن جد؟ ايه كان في افكار ظريفة كتير. ايه صح، بس انت لازم تعرفي انه الحكي كله نظري، والفرق بين النظري والعملي انه النظري لسه ما طبقنا. ايه برافو، بس الصراحة تأخرنا لعملنا هيك شي بالمصنع. بس نحنا ما فينا نأجر المبنى الثالث أبدا،
لأنه بهداك المبنى في مخبر للعطور كتير مميز، وأنا شخصياً شاركت بتأسيسه لما كنت لسه متدربة هون. أنا بتفهم عواطفك منيح. هي مو عواطف. ليك أنت رح تكسب مصاري كتير، بس رح تخسر بالمستقبل. هذا أمر منتهي. لا مو منتهي، لأنه لسه ما وقعت. وإذا مجلس الإدارة كله ما رح يوقع بدون ما أكون أنا موقعة، لأنه ما حدا بيتحمل كل هاي المسؤولية. شو؟ صرت بتعرفي القوانين. يلا وقعي لي هون. فكرت حالي شرحت لك أنا ما رح وقع أبداً. وإذا جبرتك؟ جرب لشوف. ليزا ما تقطعينا هلأ لو سمحت. بعتذر. فيني روح؟ لا. لسه عندك أسئلة تانية؟ وخاصة شوي. احكي بأدب معي. هالشي بخص أخلاقك يا أنسة. إذا منقدر نحكي هيك؟ ما فهمت شو قصدك؟ في إشاعات إنه أنت بعلاقة مع زميل لألك هون. عفواً ما فهمت. ما دخلني إذا متزوج ولا مو متزوج. يعني المهم إنه أي علاقة من هذا النوع انتهاك لسلوكيات وأخلاق المصنع، بتعرفي ولا لا؟ لهيك بتمنى منك إنه تحلي هالقصة بأسرع وقت ممكن مشان سمعة المصنع. أنت من كل عقلك عم تحكيني هيك؟ طبعاً، وبتعرفي إنه كل شيء عم يصير هون بيتعارض مع الشيء اللي تعلمته من كورسات إدارة الشركات برا البلد؟ وأنا عملت كتير كورسات برا. يمكن كترتهم. شو؟ سمعتني. أنت اسمعيني. أنت إنسانة حرة، إنه فيك تتصرفي اللي بدك إياه حسب القوانين اللي بتفرضيها على حالك، بس بالمناسبة أنا المسؤول. إذا بدك نشتغل سوا بتمشي بقوانيني أنا وبس، وإلا ما رح يكون في بيننا أي شغل. رح أنطر بكرة أنك توقعي لي. صار فيني روح هلأ؟ إيه. ليزا، شو هو عطرك؟ ما بعرف، ما بذكر أني حطيت عطر اليوم. ليش؟ لأنه مألوف إلي. فيني روح؟ أكيد أكيد. يلا مع السلامة. إيه؟ شو رأيك أنتي؟ ما عم بعرف. بكرة بفكر فيها مثل ما بتقول سكارلت أوهارا بالرواية. يا مثقفة أنتي. سكتي، لا تتمسخري. زوجي كان يقرأ كتير. إيه، أنا بحترم العالم يلي بتقرأ عن جد. وحاسة هلأ ما عاد في حدا يقرأ، خصوصي الشباب. شو؟ بنتي؟ لا ما بظن. كتير بتهدى بالطبيعة. ما بعرف شو ممكن نعمل من دون الشاليه الريفية تبعك والشامبانيا. بحاجة أكون مع زلمي أنا. وليش عم تضحكي علي بهالطريقة هاي؟ هلأ بدك تهدي ولا شو؟ ليش بدك يعني اهدى يعني؟ بتعرفي قديش إلي ما كنت مع زلمي؟ بتخافي إذا حكيت. لوين أخدتي يا معي؟ أوه شو حلو هالجو. تعالي وقفي معي وشوفي. ناتاشا تعالي لهون. هلكتني هالحكة. لا ايمت بدك تحكي؟ وايمت ناوية تروحي على الدكتور؟ هي رح روح بس لأخلص من هالقصة الجديدة يلي طالعنا فيها المدير. هالمدير حلاوة كتير، بس ما بعرف كيف بتحسيه حية ما بتحسيه رجال. رح ترفضي؟ ما بعرف. ما عم بفهمه أبدا. بحسه كتير غريب. وليش بتحسي غريب؟ تخيلي اليوم قاعد يحاضر فيني عن علاقتي بدور فيف. قاعد يحكي عن الأخلاق. تعرفي الوحدة فينا بتركض وبتركض من البيت للشغل ومن الشغل للبيت كل يوم،
وتخيلي فوقها يكون في حدا بحياتك لحتى تهتمي فيه والطعميه وما بعرف شو تعملي له. لا يسلم وشكرا، ما عاد بدي. شكرا دايما خلاص. بس بالعطل الطويله بتحسي بوحده كبيره. وبتتمني يكون في حدا معي تطلعوا على النجوم وتطلعوا على القمر سوا كمان. شو رأيك؟ ولا أنت ما بدك حدا؟ احكي الصراحة قولي. ما كان لازم أترك دورفيف؟ أكيد ما كان لازم تتركيه، صدقيني ما في أحسن. بدك ترجعي؟ هو ناطرك طول الوقت، فيكي ترجعي له وفيكي كمان. ينطر شو أعمل له؟ تعالي نحكي معه. وين التليفون؟ مجنونة أنت، الدنيا ليل، سكتي. وينه؟ نينا لا استني شوي، عم قلك لحظة مردي. لحظة لحظة خلاص ليكو. يلا. ألو كيفك؟ شو أخبارك؟ ها؟ بعتذر الظاهر خربطت. مرته رديت ما؟ لا ما بعرف، عاد هو الجنون بعينه. رح نروح لهنيك، أنا بوعدك. إيه متى؟ عن قريب أكيد، أنا رح ظبط كل شيء وبعد. تعرف؟ طيب موافق. أخيراً قدرت أنه أتواصل معك، الإنترنت عنا هون مانو كتير منيح. أها، وهلأ ندمان أنك رجعت مو هيك؟ أنا حذرتك صح الحكي؟ لازم نلحق حواسنا، وما أخذت الحبوب. كتير حاسس أني رح شوفها، هيك صار أسهل لي. إيه بجوز، يمكن هذا هو الشيء اللي أنت بحاجته. شكراً على دعمك إلي، بس ما تحكم علي. شو؟ أنت مجنون؟ شو هالحكي هاد؟ لا عن جد عم بحكي، بس ما ضل لي حدا غيرك. إيه وأنا كمان. طيب ليك، أنا شوي ورح أبكي، بدك شي؟ مع السلامة. يعني وقعتي؟ لا ما وقعت. ناطرة لحتى أفصلك يعني؟ ما حدا عنده شكاوي ضدي، ما فيك تفصلني حسب قانون الشغل. قلتي لي قانون الشغل؟ إيه بالقانون، ولا بباغي عندكم غير؟ يعني بتنبسطي وقت تقللي ذوق معي؟ هذا الشي بيرفع لك ثقتك بحالي؟ اسمع سيد إيليا. نادي لي إيليا. طيب إيليا، تقدر تجي معي على المخبر بس مرة واحدة لو سمحت؟ بقدر أطلب هيك ولا صعب عليك هالشي؟ بجي معك بس مو هلأ. يلا واحد اثنين لفوق، لا توقف تمرين لحتى أنا. فيك تخبريني وين ممكن لاقي نادي منيح؟ ومن وين بدي أعرف؟ بس بسألك لا تقلق. ليش أنت ما بتلعبي رياضة؟ أكيد لا، ليش بقى؟ مبين أنه بتهتمي بجسمك. يلا ماني ما في ثمانية، هلأ سبعة ماري. صار فينك تلبسي. ممكن تصير هيك يعني؟ أنا أول مرة بسمع بهالشي. أحيانا بتصير. طيب انت بتتذكري امتى اخر مره رحتي على البحر؟ اللي زمان ما بتذكر. ايه شو متخيله؟ هون الشتويه قاسيه وكئيبه كمان، لهيك جسمك بحاجه الشمس بشكل دائم. لازم تساوي حمامات شمسيه اكثر من مره وبيمشي الحال صدقيني. يعني هاي مو فطور؟ اطمني مالن علاقه الفطور. اوف الحمد لله. نينا أعطيني سندويشة. عن أي سندويشة عم تحكي؟ طلعي على خواصري. ليش شو بهم خواصري؟ مربيتيهم. عن جد؟ ما انتبهت أبدا. لأنه ما عم تاكلي منيح صايرة. إيه هذا الأكل مانو مزبوط أبدا. أنا ما عم باكل شي كل اليوم. صح، لهيك بالليل بتجي وبتعملي سندويشة بطاطا مقلية بتاكليها على العشاء. إيه ومع مايونيز.
ما فيكي من دونه. بتاكلي بتاكلي وبعدين بتقولي يا الله كيف رح اعمل خصري حلو. خلص نينا مو فارقه معي، بدنا نلاقي لك شب حلو كثير مو هيك؟ هلا ما بدي. ما عم بفهم، ومين كان مبارح عم يحكي عن النجوم وكيف بدها يتطلع على القمر؟ أول شي مو أنا اللي صرت أحكي هالحكي، أنتي. كم قنينة مشروب خلصنا دخلي؟ تنتين؟ ثلاثة؟ ليكي نينا هون ما في شباب، ليكي. هذا كتير ضعيف ما بدي. مين قالك هالمعلومة؟ مرته السابقة قالتلي، وقالتلي إنه هو كان من دكتور لدكتور، هو ابنه هيك تمام. وهات شو وضعه؟ انتي مدمنة مخدرات؟ طيب واللي هنيك؟ هاد لا تعليق. شفتي بعينك؟ وين رح نلاقي؟ حبيبتي نحن هلأ عم نساوي حمام شمسي، هو هذا كل شيء. ألو مامي، فيكي تعملي لي بطاطا مقلية على العشاء؟ ايه ومع مايونيز لا تنسي. ايه في مايونيز ما؟ اها طيب باي. ناتاشا مو معقول، يا ريت تعيرينا سكوتي. هلا كمان بدي اشرب. يوم يلا اشربي اشربي. شربنا كثير ايه بس انا لسه بدي اشرب. هيك سهرة ما شربتي شي لسه. يلا اشربي. انا يلي بوس. يا سلام ايه بوسه بوسه بس انتبه تنزل لتحت. اسكت انت، شو غليظ وبلا ذوق عن جد انك تافه، بعدين اتعلم. يا قرصون جدد مشاريب للكل وعلى حسابي كمان. قوينا الاغاني يلا خلونا نروح الرقص. يلا ايه شو هاد شو عم يعمل؟ شو عم يعمل هذا المجنون؟ شو بك يا حبيب؟ بكفي ما تحكي معه هيك. شايفه؟ يا غالي حبيبي وطي صوت الموسيقى، الصوت كتير عالي. نحن تحت عم نسمع أغاني. أنتوا بتسمعوا تحت وأنا بسمع هون ماشي؟ إيه؟ بيتل؟ من كل عقلك؟ من أي عصر هدول؟ شبك؟ عم أسألك من أي عصر؟ القرن الماضي؟ ولا يلي قبله؟ الماضي. هالشي ممتاز. طيب شو رأيك إني أخده معي فوراً وبعطيه لستي؟ بتوقع إنه يعجبها، وإنت قعد هون ماشي؟ إنتي بتروحي هلأ وأنا رح أرجع شغله. إيه شغله؟ ما عاد رح أرجع لهون. حبيبي شو عم تعمل؟ لك شبك جنيت؟ هدول السيديات لأبوك شبك؟ جريشا جريشا شبك عم تسمعني ما عم اسمع. ابني؟ طول عمري عم اسمع لك وهلأ ما عاد بدي اسمع شي أبداً. سمعت لك وهلأ رفقاتي كلهم بيضحكوا علي كلهم.
حبيبي بترجاك اهدى شوي، معلش اسمعني روق شوي، اسمعني شوي. قلتي لي لما بتخلص البكالوريا رح تلاقي وقت كتير لحتى تنبسط، بس هلا شو؟ لهلا ما بعرف انواع الموسيقى وشو اللي لازم اسمعه، شكله في شغلات تانية اهم بالحياه غير شو اني اعمل بحياتي. ابني شو في هون؟ شو عم يصير يا ولد؟ الولد امي حبيبي هدول سيديات ابوك، هاد كل شيء ترك لك يا، اهدى شوي بترجاك اهدى. ليه طلعتي للبابا؟ انت بتعرف انه هو تركنا. وليش تركنا؟ فاتت على حياته وحده ثانيه. وليش راح؟ ما فاهميني. شو بيعرفني انا جريشا؟ انا بقول لك ليش راح، لانه ما في شيء محرج هون يضل مشانه ابدا، حتى ستي كانت ناطرته على الدائره، ما جبت خبز، ما عملت شيء كل النهار. تفوق طلعت انا السبب بالاخير؟ هذا الحكي كذب. اهدى حبيبي، انا ضحيت كثير مشان هالزواج يضل، وانا اللي عملت المستحيل. اهدى يا روحي، موضوعه ما في انه امك السبب، ما بتعرف تتصرف مع الرجال. لك حاجه بقى، شو بك؟ طيب قولي لي ايمت اخر مره طلعتي فيها على حالك بالمراي؟ من شوي. مين بيحط المكياج هيك؟ فهميني، مين بيعمل شعره هيك؟ مين بيلبس هيك؟ استهلك، هاد كله مسخره يا ماما. ماما شفتي حبيبته لبابا؟ شو؟ انا شفتها. هو ما رح لعندها، هو بس تركك الك انتي.